بيبدا الفيلم مع باتوك وبيكون رايح القصر وهو داخل بيسيب المفتاح في الباب وبيسال اخوه فضل قد ايه علشان يخلص تجديد القصر لان صاحب القصر هيرجع من امريكا النهارده فبيقول له على بكره بالليل لان القصر كبير وكمان العمال بتخاف تشتغل وان مسكون وبيقول له انهم محتاجين فلوس علشان الشغل كتير فبيساله باتوك سياته الجنينه امبارح فبيقول له ان الدنيا كانت بتمطر امبارح وبيرد عليه باتوك وبيقول له فيها ايه يعني ما تاخد شمسيه وباتوك بيطلع الدور التاني علشان يتاكد ان الشغل خلص وبيدخل غرفه وبيشوف نفسه في المرايه وبيتخض وبيبدا يسمع اصوات غريبه وبيطلع يجري وهو نازل بيلاقي الكرسي بيتحرك لوحده وبيعدي من جنبه وهو خايف وبنشوف الناس متجمعين بيتفرجوا على مباراه كريكيت وبيكونوا مركزين جدا وبتيجي ناندي بتقول للسيد نات لما عمها موراري يوصل ابعته بسرعه لان الجردل وقع في البير ولازم ينزل يجيبه قبل الغروب فبيقول لها لما اشوفه هقول له وبيكون مركز مع مباراه الكريكيت والناس بتنادي على واحد معاه كتاب وبيسالوه على نتيجه المباراه لانها بالانجليزي وبعد ما بيقول لهم النتيجه بيرد على واحد وبيقول له انهم المفروض يمنعوا الانجليزي ده خالص لانهم مش فاهمين حاجه وفي نفس الوقت بيوصل باتوك وبيكون الراجل ده قريبه وبيساله ايه المشكله فبيقول له مفيش ده الخلاف المستمر بين الانجليزي والهندي وباتوك بيقول له اكيد الهند افضل والناس كمان بيكونوا شايفين كده وبيدور في يجيبوا على مفتاح القصر ولكنه مش بيلاقيه فبيفتكر انه سابه في البيت وبنشوف ناد بيقابل مراري ونادي بيقول له كنت بدور عليه علشان الجردل وقع في البير ولازم حد ينزل يجيبه بسرعه وبالليل مراري بيقابل باتوك وبيقول له ايه اللي معادك كده انا كنت بدور عليك اصلا وبيسأله انت رحت جبت الجردل ولا لسه ايه ده انت عرفت منين فبيقول له من بنتك وبيستغرب باتوك وبيقول له انا خايف وأروح بكره بس عمك مراري بيقول له هتخاف انا موجود معاك يلا بينا على هناك وبيمشي هما الاثنين ولكن ده ما بيكونش طريق القصر وبيسأله باتوك انت رايح فين فبيقول له رايح اجيب الجردل من البير وانه واقع من الصبح والناس مش عارفه تشرب فبيتعصب باتوك وبيقول يا عم انا قصدي على مفتاح القصر نسيتها في الباب ومراري بيخاف جدا وبيكون هيرجع تاني لكن باتوك بيمسكه وبيقول له ده انا لما صدقت حد يجي معايا وبيوصل القصر وبياخد باتوك المفتاح من الباب وبيخش يدور على باقي المفاتيح وبيلاقيها وفي اليوم التاني بنشوف باتوك بيلف حوالين نفسه والكاهن بيستغرب ويساله انت بتلف كده ليه فبيقول له ان عنده مغص وبيوصل كاهن وبينادى عليه وبيقول له ان الساحره لسه موجوده جوه القصر ولولا ان خط العمر بتاعه طويل كان زمانه ميت وبيقول له خد الطلاسم دي واربطها على الشجره اللي في القصر وما تتكلمش لمده 3 ايام وباتوك لما بيكون راجع البيت بيقابل مراري وبيساله كان فين امبارح ولكن باتوك مش بيرد عليه وبي وبيكتب على الارض وصلنا البيت بسرعه لانه ما ينفعش يتكلم وباتوك بيدخل جري على الحمام وبينادي مراري على بنته جانكي اللي بنعرف انها مرات باتوك وبيقول ان بعد حادثه امبارح باتوك بقى اخرس ما بتكلمش وجانكي لما بتعرف بتتخض جدا وبتحاول تكلم باتوك وبتقوله انها حذرته من شغل القصر ولكنه ما سمعش الكلام وما بيردش عليها وبيسيبها ويمشي وبتروح جانكي لاخوها وبتحكي له اللي حصل لباتوك فبيقول لها انه حذره من شغل القصر وان فلوسه كلها شر وصدهارت الورث الوحيد للقصر ويبقى ابن اخوه وانه هيجوز بنته لصدهارت علشان يقدروا يبيعوا القصر المسكون ده واخوها بيجيب خيطه وبيقول لها ان باتوك لازم يلبسه ثلاث ايام وما تتكلمش لمده 3 ايام علشان تاثير السحر يروح وبعدها بنشوف سيدهارت وصل وعمه بيساله اتاخرت ليه وان كان المفروض تيجي امبارح فبيقول له انا ما انا جيت امبارح فعلا ولقيت القصر مفتوح بس قلت اقضي الليله دي في فندق علشان ما ازعجكش وعمه بيقول له انا عامل لك مفاجاه انا وقفان مراتي لسه هنتجوز بعد 10 ايام ايوه يعني هي مراتك ولا لسه هتتجوزوا بعد 10 ايام وبيتصدم كل الموجودين وبتكون رضا مصدومه جدا وسيدهارت بيسلم عليها وبيقول لها كبرت يا بنت وحلويت وبيقول له مراته ما كانش في يوم بيعدي وما كناش بنتخانق فيه وبيسلم على عمته جانكو وبيسالها عن بدو ولكنها ما بتردش وعمه بيقول له النهارده يوم ندرها بالسكوت وما ينفعش تكلم حد علشان هتربط الخيط المقدس وردها بتشوف امها وهي بتبارك العروسه وبتخش اوضتها وبتفضل تعيط وبنرجع لسدهارت وعمه بيقول له انه عاوز يتجوز رضا وده لان برجهم متوافق جدا مع بعض فبيقول له امي قالت لي بس انا مش عاوز اتجوزها وعمه بيساله هتقعد هنا كام يوم والله يعني مش عارف بس شويه حلوين كده اصل الشركه خدت ترخيص انها تبني سد هنا وانا اللي هشرف عليه بنفسي فبيقول له خلاص هفضلك اوضه الشاندو تقعد فيها لكن سدهارت بيرد عليه وبيقول له انها فين عاوزه تقعد في القصر امال انا بجهزه ليه فبيقول له انا عارف انك صاحب القصر بس القصر مسكون يكون بالعفاريت والصحراء وبيضحك سيدهارت وبيقول له انه ما بيصدقش الحاجات دي اصلا غير لما بيشوفها بعينه وبيروح سيدهارت مع عمه القصر وفي نفس الوقت باتوك بيربط الحبل على الشجر وبيسمع مراري بيتكلم ايه دلوقتي لسانك رجع لك فبيتعصب باتوك وبيقول له ان دي تعليمات الراهب وبنرجع لسيدهارت وبيقول له عمه ان الملك بس هو اللي يقدر يعيش هنا وان هو الوارث الوحيد للعرش بعد اخوه قدر ولكنه لسه ما بقاش الملك فبيضحك سيدهارت وبيقول له خلاص ما بقاش في ملوك وان دلوقتي زمن الديمقراطيه وفي اليوم الثاني بنشوف الناس متجمعه وصدارته وزوجته راكبين الحنطور والناس بتسقف لهم وبيتم تتويج سيدهارت كملك ورا كل ده على الكاميرا بتاعتها وبالليل بنشوف ان الكاميرا بتصور أفان سدارته وهما بيرقصوا بس من غير ما سدارته يعرف وناندي بتوري أفان خطيبها وبيكون الشعر المفضل لافاني وبتشوف الباب مقفول بسلسله علشان محدش يخش وناندي بتقول ان الغرفه دي فيها اشباح فبتفتح افان الباب وبتخش تشوف ايه اللي جوه الغرفه وبتلاقي سلم وبيطلعوا الدور الثاني وبتشوف غرفه عليها قفل كبير وعم ناندي بينادي عليها وبيلاقي ان الباب مفتوح وبيزعق لها وبيقول لها المره الجايه تطردك وبيقول لافين ان الدور ده مقفول بالسحر بقاله 56 سنه لان في روحين عايشين فوق وان الناس المتعلمين مش بيصدقوا الكلام ده بس خلي بالك المرة اللي جاية وبتكون افينا عند النهر وجانك بتحكي لها قصة الروحين وان في ملك حب الرقاصة ولكنها حبت الشاعر مغني الملك ولما الملك عرف يتعصب وقتله وفي نفس اليوم اللي كان هيتجوز الرقاصة فيه شاف انها شنقت نفسها علشان مش تتجوزه ومن ساعتها والسحر والشر موجودين في القصر لحد ما يجي الساحر وحبس الروحين في الدور اللي فوق وبالليل بتقول أفين لسيدهار ان امه قالت له ان في كنز كبير في القصر وممكن يكون موجود في الغرفة دي وبتشك انهم اخترعوا القصة دي علشان ما يخلوش حد يقرب من الكنز وبتساله لو كان في حد يفتح الغرفة بيقول لها البيت بيتك فبتروح عند حداد وبتحاول تعمل مفتاح يفتح القيف. وفي اليوم التاني بتاخد المفتاح وبتروح علشان تفتحه وبتخش غرفه الملك وبتشوف صورته وبتشيل صوره وبتلاقي تحتها فار وبتخاف جدا وبتقع الصوره وتتكسر وبتشوف صوره الرقاصه وفي نفس الوقت رضا بتنادي عليها ولما بتنزل بتقول لها اللي عملتيه ده غلط وخطر علينا كلنا فبتقول لها ان مفيش حاجه حصلت وانها دخلت الاوضه وما اشباح ولكن رضا بتقول لها ان التاثير بدا فعلا وان الشخص اللي صنع لك المفتاح مات فبتتصدم افان وبتكون مرعوبه جدا وبدر عمهم بيضرب ناندي بالقلم وبيقول لباتوك انه كان لازم يحافظ على المفتاح وبيقول لهم دي مجرد البدايه وانهم لازم يتصرفوا بسرعه وبيطلب من باتوك يروح يجيب الكاهن الوحيد اللي يقدر يحل المشكله دي وبنشوف بدر عند سيدهارد وبيحاول يقنعه يسيب القصر لحد ما الكاهن يوصل ولكنه بيرفض وبيقول له انا ما بصدقش الحاجات دي وان الحداد مات بسبب فشل كلوي مش علشان عمل مفتاح وان كل دي خرافات وبيوصل بيتك وبيقول له ان الكاهن الكبير مسافر امريكا وهيرجع في خلال شهرين وبدر بيقول لهم ده اكبر كان في البلد وجده هو اللي عمل القفل وساعتها كان عنده 16 سنه ولكنه ذكي جدا وبتكون افاني بتفضي شنطتها وبتقول لها ناندي ان لبسها حلو جدا وبتقع منها علبه سم فران وناندي بتستغرب لما بتشوفه فبتقول لها انت عارفه بقى الاصول المهجوره فيها فران كتير بالليل بيجي الكائن مع باتوك بدري وبيحاولوا يقفلوا باب الغرفه من تاني ولكن بعد ما الكائن بيقفل الباب بخيط مقدس بيسمع صوت الرقاصه واللي اسمها منجليكا والثلاثه بيخافوا ويطلعوا يجروا وبالليل بيكون الكاتب خطيب نند بيقرا وبيشوف شبح من ورا الباب ولما بيخرج وراه بيسمع صوت منجليكا بتغني وفي نفس الوقت بيجي حد يخبط على صدرته وهو نايم وبيقول له ان الخادمه شافت الشبح وبتخرج افين معاهم وبتكون الكاميرا على المكتب وبيتعصب صدرته وبيقول لها ان كل دي تخيلات وانها لازم تروح للدكتور ولسه ما خلصش كلامه ازاز النش بيتكسر فبيطلع يشوف مين اللي عمل كده ولكنه مش بيلاحظ وبيجي عمه وبيساله ايه حصل وهما وهم بيتكلموا بتوع الساعة على الأرض وبتتكسر وبيشكوا في ردها لأنها كانت أقرب واحدة للساعة وإنها بتتصرف بغرابة من ساعة ما رجعت من السفر وبترجع افين أوضتها وبتلاقي الكاميرا متكسرة فبتنادي على سيدهارت وبتقول له إيه اللي بيحصل في القصر ده وتاني يوم سيدهارت بيقول لعمه بدري إنه عاوز يقول له كلمة وفجأة بيسمعوا صوت حد بيصوت وبيلاقوا إن افين هدومها بتولع وبيطفاها بسرعة ولما بيسألها سيدهارت إيه اللي حصل بتقول له معرفش وبتقول له يسأل رادها لأنها كانت واقفة فبترد ردها وبتقول له إنها لما شافتها كانت هدومها مولعة وسيدهارت بياخد عمه بره وبيقول له إن رادها عندها مشكلة وإنهم محتاجين دكتور فبيتعصب بدري جدا وبيقول له أنت اللي مجنون وإنها ما عندهاش حاجه علشان مش مصدق ان دي لعنه الغرفه اللي مراتك فتحتها وعاوز تلبسها لبنتي وبيطلب منه يلم حاجته ويسيب البيت علشان محدش يموت ولكنه بيقول له انا مش هسيب القصر وان هيجيب دكتور علشان يعالج رضا وبنشوفه بيتكلم في التليفون وبيحاول يوصل لدكتور صاحبه من امريكا واللي بيكون اسمه ايديتيا فبيطلب من المستشفى انها تبعته على طول وبالليل بتكون والده ناندي بتقول لافاني ان رضا مش بنت بدري وتبناها لما كانت صغيره وانها كانت بتحب سدهرت جدا وكانوا مفكرين انهم هيتجوزوا لما يكبروا ولكن سدهرت اتجوزك انت ومن وقتها وهي زعلانه وفي اليوم الثاني بيوصل ايديتيا وبيكون بيتك معدي من جنبه عفريت وبيسمع سدهارت حد بيصوت وبيلاقي ديتا وهو ماسك باتو وبيقول له ان المريض ده حالته خطر جدا وبيعرفهم سدهارت على بعض وبيقول لعمه ان ده الدكتور اللي جاي من امريكا وبعدها بيوصل عمه بدر وبيعرفهم سدهارت على بعض وبدر بيقول له ان بنته مش مجنونه وبيسيبوه يمشي وديتيا بيقول له ان المفروض يدفع الاجره للتك وبتيجي ناندي وبتسأل رضا على المكان افاني فبتقول لها انها كانت طالعه فوق ومعاها كتاب ولما ناندي بتطلع فوق مش بتلاقي حد وبتسمع صوت غريب وبيكون في حد بيخنقها فبتطلع تجري بسرعه وبتلاقي نفسها في غرفه ثانيه وبتخبطها المرجحه وبتتعور في دماغها وبيوصل ديتيا وسدهارت وبيلاقوا المرجحه بتتحرك وان في اثار الأرض. وبتكون ندوغمه عليها وبيجي الدكتور وبيقول انها كويسه ولما بتفوق بيسالوها ايه اللي حصل فبتقول لهم ان في حد حاول يخنقها ولما جريت منه لقت نفسها في القاعه وبعدها المرجعه خبطتها بس بتسالها افاني مين قال لها نافو لانها كانت بتستحم وقتها فبتقول لها النهارده هي اللي قالت لها نافو وصدارتي بيقول لديتي انه من ساعه ما رجع وكل يوم بتحصل حاجه زي كده وانه بيشك ان اللي بتعمل ده كله وبيخرج ديتي علشان يجيب شنطه من بره ومش بيلاقي غير شنطه واحده والثانية بتكون بتولع في الحوش فبيزعل جدا وبيقول انه لازم يعرف مين اللي بيعمل ده كله وفي اليوم الثاني بيكون ديتي عاوز يستحمى وبيسال سدرت عن طريق الحمام وبيقول له يبعت له هدوم لان شنطته اللي كان فيها الهدوم كلها اتحرقت وبيخش يديته يستحمى وبيلاقي حد رمى هدوم من فوق السور فبيلبسها وبيفكر ان الهدوم دي ليه ولكن بتكون دي هدوم عمه سدهار ولما بيخرج عمه سدهار بتزعق له لانه لبس هدومها وبيكون اديتها بيحاول يتكلم مع رضها ولما بيزهق من زن عمته بيخلع الهدوم وبيرميها لها وبيلاقي نفسه مش لابس حاجه فبيخش الحمام تاني وبالليل واديتها نايم بيسمع صوت واحده بتغني جاي من فوق ولما بيطلع يسمع الصوت بيوصل لباب مقفول وبيسمع صوت خاله ولما بيمشي وراه حد بيهدف عليه كسبيل وبيشوف ظله ولما بيمسكه بيطلع عيل صغير وبيقول له انه كان رايح الحمام وفي اليوم الثاني بتجيب افان القهوه لديتيا وبيسالها لو كان في حد هنا بيعرف يتكلم بنغالي فبتقول له افان ان رضا الوحيده اللي بتتكلم بنغالي لانها درسته وبيسالها لو كانت بتعرف تغني وترقص فبتقول له انها ما بتعرفش فبيقول لها امال مين اللي بيغني طول الليل وبتاخده افان وبتطلع تفتح له الغرفه اللي كانت مقفوله وبيلاحظ انها متعلقه جدا بحاجه منجليكا وانها كانت زعلانه علشان الخلخال مش موجود وقعدت تدور عليه كتير وتاني يوم بيسمع اديتيا صوت الخلخال ولما بينزل بيلاقيه مع الطفل وبيقول له انه اشتراه من السوق وبياخده من اديتيا وبيقول يمشي دلوقتي وتاني يوم بيروح اديتيا عند غرفه رضها وبيقعد بيتكلم معاها ولكن فجاه بتوصل عمتها فبيسيبها ويمشي وبالليل بيسمع ديتا نفس صوت منجليكا وبيطلع علشان يعرف الصوت جاي منين من وبيقفل الباب على منجليكا وبيلبس شبشب الملك وبيبدا يتصرف كانه هو وبتكلمه منجليكا وبتقول انها قربت ترجع بكامل قوتها وانها هتقتله قبل اليوم الثامن من الشهر اللي جاي وبيفتح الباب ولما بيخش مش بيلاقي حد في الغرفه وتاني يوم بيروح ديتا يغسل وشه ولكنه بيقابل نفس الواد اللي كان معاه الخلخال وبيساله انت بتعمل كده ليه وانك دايما بتتمشى طول الليل في القصر فبيقول انه عاوز يعرف مين اللي بيعمل كده لانهم بيظلموا رضا وبيقولوا عليها مجنونه وبيبدا يعيط وبياخدوا ديتا ويشرح له كل حاجه وبيقول له انهم عاوزين يروحوا ملك ابور وبيساله لو كان يعرفها فبيقول له انه يعرفها وانها منطقته وبيركب الاتوبيس وبيوصلوا ملك ابور وبيبدا يسال الناس في الشارع ومدرسين الاطفال وبيسجل كل كلمه في مذكره معاه وفي اليوم الثاني بيوصل اتنين من مساعدين بهارت الكان الكبير وبيدوا مرق ورقه طلبات وبيقول لهم انها لازم تكون موجوده قبل يوم 8 في الشهر وبدر بياخد منهم الورقه وبيقول لهم لازم نحمردها لحد ما الكان يوصل فبيرد عليه ديتي وبيقول له سهله احنا نربطها ونحبسها علشان نعرف مين السبب في الاحداث دي وبنشوف افاي وهي بتقول لرضا انها تبعت شاي وبتقول لها انها محتاجه صابون علشان والشهر. وطبعا رضا بتروح تجيب لها الصابون وبتصب الشاي وبتبعته مع نندل سدار وبيخش يديتا المطبخ وبيلم كل السكاكين والمقصات واي اله حد علشان يقلل من الخطر وبيلاحظ يديتا وهو بياخد السكينه من رضا ان ازازه السم فاضيه وبيطلع يجري على سدارته وبيلحقه قبل ما يشرب الشاي وبيكسر الكوبايه وبيقول له ان فيها سم ولما بيساله نند مين اللي عمل الشاي بتقول له رضا وكلهم بيكونوا مصدومين وايديتيا بيقول انه لازم يحبسها لانها بقت خطر على الكل وبيتعصب بدر وبيروح يزعله لكن البيت كله بيكون موافق انها تتحبس حتى عمها وبياخدها يديتا بالعافيه وبيحبسها في غرفه ورضا بتفتح الشباك وبتبدا تعيط الميه وديتا بيخش لها الغرفه وبيقفل الباب وبعدها بشويه بيخرج من عندها وبتكون رضا بتعيط وبتقفل الباب تاني وفي اليوم التاني بيكون بدر وباتوك راجعين من عند النهر وبيتفقوا انهم هيجهزوا لخطوبه ناندي من الشعر جارهم وبتبدا مراسم الخطوبه فعلا وبيكونوا مبسوطين وبيرقصوا مع بعض وبالليل بعد ما بتخلص الحفله بيكونوا بيتعشوا اديتا بيسال سيدهارت عن أفين لانه مش لاقيها وبيسيبوا العشاء ويطلعوا يدوروا عليها وبيلاقوا انها واقفه مع الشاعر خطيب ناندي وبيحاول يعتدي عليها وبيغمى على افين وسيدهارت بيضرب الشاعر ولكن اديتا بيمنعه وبيقول له يلحق افين الاول وبيقول له الشاعر انه ما عملش حاجه وان اللي كانت بتعتدي عليه ولما بترجع سريرها بيقول وديت انه عاوز يمسك نفسه وان شبح القصر هي افاني وان كل اللي بيحصل في القصر ده بسبب افاني مش راضها وانه عارف ده كله من ساعات لما وصل ولكنه اضطر انه يكذب علشان ينقذ افاني وصدهارت بيكون مصدوم وديتيا بيكمل كلامه وبيقول له انها متعلقه بمنجليكا جدا ولاحظ ده لما كانت بتدور على الخلخال كانه بتاعها وبيساله انت تعرف افاني بالك قد ايه فبيقول له انه حبها شهر وبعدها اتجوزوا على طول فديت بيقول له انه راح بلدها وسال عليها وعرف انها اتربت مع جدتها واهلها سابوها لما كان عندها ثلاث سنين وانها كانت اول صدمه ليها وكانت جدتها دايما بتحكي لها القصص اللي الخير بيكسب في الاخر ولكن جدتها بدات تكبر في فكرر فقرر والدها انه يرجع علشان ياخدها معاه ولكنها رفضت لانها عاوزه تقعد مع جدتها وكانت داخله على امتحانات وبتروح تقطع الورق وبتخرج تجري من الفصل ولكن والدها مهتمش وخدها غصب عنها وسافر امريكا وبعدها بيومين جدتها ماتت ودي كانت تاني صدمه لما كانت صغيره ولما اجت القصر وسمعت قصه منجليكا صعبت عليها وبدات تصدق انها قصتها وانها راحت للشاعر لانه بيفكرها بحبيبها وممكن تقتل سيدهارت لانه بالنسبه لها دلوقتي الملك الظالم وان اللي عندها دلوقتي انفصام في الشخصيه ولو ما قبل يوم 8 في الشهر افاني مش هترجع تاني وبتصوت افاني وبيروحوا يفتحوا لها الباب وبتسالهم اللي كده وانها مش فاكره حاجه وفي اليوم التاني اديتيا بيقول للشاعر ان دلوقتي بقى شاهش دار حبيبها وصدرت بقى الملك الظالم انه يساعدهم علشان افاني ترجع لطبيعتها وفي نفس الوقت بيوصل الكاهن الكبير للاصل وبيسال بدر لو الحاجات كلها ايه كانت وبيسالهم كمان عن خطوبه ناندي لو كان حصل فيها اي مشاكل فبيقول له انه ما حصلش حاجه ولكنه بيستغرب لان المفروض يحصل مشكله وبيشوف اديتيا لاول مره وبيكون بيشبع عليه وبيقول لهم الكاهن ان المشكله حصلت يوم الخطوبه وانكم ما حسيتوش واحتمال كبير حد يموت وبعدين بيقول لاديتيا انه شافوا في حته قبل كده بس مش فاكر شافه فين بالظبط واديتيا بيفكر انهم اتقابلوا في امريكا وبيطلع ان هو المعلم بتاعه بيسلموا على بعض وبيسال بدر طالما انت موجود طلبتين ليه وكلهم بيكون مصدومين وبيقول لهم ان الدكتور نفسي شاطر جدا واديتيا بيطلب من الكاهن انه يتكلم معاه لوحدهم وبيحكي له على خطته انه محتاج مساعدته علشان يعالج افاني من غير ما حد يموت ولكن الكاهن بيقول له ان ده مستحيل وانهم حاولوا قبل كده كتير ولكن اديتيا بيصمم وبيقول له انه هيجرب ومحتاج اناشدك بس معايا فبيوافق الكاهن وبالليل بيروح اديتيا لسدهارت وبيقول له ان افاني هتروح تشتري مجوهرات وانه لازم يمنعها بسرعه ويخلي باله لانها ممكن تضربه وبيروح فعلا سدهارت بيقول لها انها مش هتخرج لاي مكان النهارده فبتتعصب افاني جدا عن السبب ولكنه بيقول لها من غير سبب مفيش خروج وبتتعصب افاني وبترفع السرير بايد واحده وصوتها بيتحول لصوت منجليكا وبتقول له انها تقتله فبيزعق صدارته وبينادي على افاني وبترجع لطبيعتها وبتبدا تعيط وبيروح صدارته يطمنها ان كل حاجه هتبقى كويسه وفي اليوم الثاني صدارته بيقول لاديتيا انه هيجيب لها احسن الدكاتره اللي في العالم علشان يعالجوها فبيقول انك مش هتقرب منها تاني وان مفيش دكتور احسن مني علشان يعالجها وانك لازم تساعدني علشان نرجع افاني وبالليل بيجهزوا الطقوس وبيلبسوا افاني هدوم منجليكا وبيقفلوا الباب عليها واديتيا بيقول على الخطه وان لو حصل اي غلطه في حد هيموت وبيسمعوا صوت الخلخال ولما بيروحوا الغرفه بيلاقوها طلعت من الشباك وبيدوروا عليها وبيلاقوا انها بترقص في القاعه وبتغني وبينزل شراد وبيروح لمنجليكا واول لما بتشوفه بتضحك وبيقوم يغنوا ويرقصوا مع بعض وبتفتكر الملك لما قتله قدام عينيها والدم لسه على وشها ولكن شراد بيظهر لها تاني وبيستدرجها بره ناحيه الطقوس وبيدخل عليها صدارته ورجالته وبتفتكر الملك وجنوده وبتروح تحضن شراد وبتقول لصدارت انها تقتله وبيجي اربعه من رجاله الكاهن ويمسكوها والكاهن بيسالها انت مين فبتقول له انها مانجليكا وبيبدا يسالها انت عاوزه ايه فبتقول له انها عاوزه تنتقم من الملك وبيوافق الكائن انه يساعدها ولكن بشرط انها بعد ما تنتهي من الملك ترجع افانو وتموت في سلام وبتوافق منجليكا في الوقت ده بينام سيدهارت على لوح خشب وبيغطيه ديتيا بقماشه ولما بيوصل قدام منجليكا وبتتاكد ان هو بترفع السيف علشان تقتله فبيقلب ايديتا لوح الخشب وبتطلع دميه مكان صدره وبتفضل منجليكا تضرب فيها وبتتاكد انه مات وبيعيط يديته لانه بيكون مصدوم من رده فعلها وبيحضن صدرته انه خرج بالسلام وفي اليوم الثاني ايديتا بيصحى افاني وبيقول لها انها عرفت كل حاجه ولما بتفوق بيقول لها ان كان عندك مرض بس خلاص تعالج ولو عاوزه تعرف اي حاجه سيدهارت يحكي لك وبعدها بيروح لردها وبيطلب منها تتجوزه وانها لا موافقه يروح يجيب اهله دلوقتي ولكنها ما بتردش عليه وايديتا بيروح يلم شنطه علشان يمشي وكلهم بيشكروه وبيعتذروا له عمك بدر بقى بيقول له مش عارف اعتذر لك ازاي ولكن ايديتا بيقول له ما تعتذرش وانه عاوز موافقته بس انه يتجوز ردها وطبعا عمك بدر بيوافق وبكده انتهى الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشير الفيديو وانتظروا باقي الافلام وسلام